مشاهدينا، وايضا معانا خبر حابين نعرف تفاصيل عنه اكتر. انتشرت اخبار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي توضح اختلاف اسعار شرائح الكهرباء وفقا لنوع العداد المستخدم التقليدي، وبيختلف عن العدادات مسبقه الدفع. يعني حابين نعرف ونوضح هذه الاقاويل. معانا على الهاتف دكتور ايمن حمزه، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه. صباح الخير دكتور ايمن. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحيات متابعينا الكرام. اهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقه دكتور، طبعا يعني حضرتك عارف ولامس جدا ان دايما بيبقى في بعض الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقه طبعا بيتم تداول هذه الاخبار ما بين الناس، فطبعا ده دورنا ان احنا بنحاول يعني نعرف الحقيقه ونعرف ونوضح للناس يعني صحه هذه الاخبار. فحابين نعرف صحه هذا الخبر اللي هو اختلاف اسعار شرائح الكهرباء، وهل بالفعل تختلف سعر شريحه الكهرباء حسب نوع العداد ولا لا؟ هو طبعا بدايه هو طبعا لا، يعني سعر الشريحه او هيكله الاسعار نفسها مش مرتبطه خالص بنوع العداد، هي مرتبطه بس بنوع الاستخدام، وكمان في نفس الوقت بالنسبه للمنزلي الشريحه اللي وصل لها المستهلك بغض النظر عن العداد بقى، سواء عداد تقليدي او عداد مسبوق الدفع. وطبعا احنا بالعكس العدادات اللي هي مسبوقه الدفع اللي هي الجديده او الذكيه، هو ده تطور للعدادات التقليديه، وكمان في نفس الوقت تاكيد على اهتمامنا بدقه حساب الاستهلاك، وكمان في نفس الوقت يبقى يساعد المواطن نفسه او المشترك على التحكم في الاستهلاك بتاعه، ويبقى الاستهلاك قدامه اول باول، يبقى عارف هو وصل لغايه انهي شريحه، سحب قد ايه من الرصيد بتاعه، فاضل له قد ايه، سحب كام كيلو، كل الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في عادات مسبوق الدفع. ويمكن هو ده الشائعات دايما بتبقى مصحوبه مع التطور، لان بتبقى العادات لسه جديده، رغم ان احنا يعني بقالنا فتره في العادات ديت، ولكن يعني برضو احنا بنشكر حضراتكم ان انتم بتوضحوا صحه المعلومه المصدرها الرئيسي علشان ما يحصلش بلبله للناس. طبعا احنا بناكد، لا طبعا هو الشريحه او سعر الاسعار هي سواء عداد تقليدي او عداد مسبوق الدفع. يمكن احنا وصلنا دلوقتي ترتيب حوالي تقريبا 10.5 مليون عداد مسبوق الدفع، يعني دي مزايا كبيره جدا، يعني لو في وقت ممكن نوضحها. تمام. طيب برضو يعني حابين حضرتك توضح لنا، يعني هل سعر الشريحه للقطاع المنزلي بيختلف عن يعني القطاع التجاري او عن المصانع برضو؟ بالتاكيد، يعني هو وده اللي احنا بنقصد بيه، اللي هو سعر الشريحه او سعر الكهرباء بيختلف عن بناء على نوع الاستخدام. يعني هل هو جهد الجهد فائق ولا جهد عالي ولا جهد متوسط ولا جهد منخفض، كل يعني جهد منهم بيبقى ليه سعر معين. كمان في نفس الوقت حسب نوع الاستخدام، يعني هل استخدام منزلي، هل استخدام تجاري، كل من الاستخدامات ديت بيبقى ليها سعر محدد، ويمكن الاسعار محدده ومنشوره وتم الاعلان عنها من السنه اللي فاتت حتى الخمس سنوات القادمه او الخمس سنوات بتاعت تحرك الاسعار، وفي نفس الوقت منشوره، واي حد ممكن يخش على النت ويقدر يعرف بالظبط سعر الشريحه كام. واحنا عاملين تطبيقات، حتى تطبيق اسمه احسب فاتورتك بالنسبه للاستخدامات المنزليه والتجاريه، علشان يقدر يعرف برضه سعر الشريحه والتضارب في الاسعار عامل ازاي. كل الحاجات ديت يعني موجوده ومنشوره، وزي ما احنا قلنا باختلاف كميه الاستخدام مش باختلاف العدد. طيب الحقيقه دكتور، يعني حابب يعني حضرتك تشاركنا يعني بـ بـ بتوضيح. انت عارف حضرتك يعني ان دايما الناس لما بتتعود على حاجه معينه ما بتحبش انها تغيرها، وحضرتك طبعا عالم وحاسس بده. فيعني هل هناك خطه لتحويل العدادات التقليديه لعدادات مسبقه الدفع؟ ففعلا هل هيجي وقت ان كل العدادات القديمه او العدادات اللي احنا عارفينها ومتعارفين عليها ويعني عارفينها منذ زمن، يعني هل فعلا هيتم تغييرها بعدادات مسبقه الدفع؟ وعايبين برضو لو ده هيحصل حابين نعرف مميزاته. يعني هو طبعا هو بالتاكيد احنا في خطه للتحول من العادات اللي هي التقليديه اللي هي بنتكلم عليها بالنظام الفاتوره القديم،
اللي هو بيبقى يتطلب ان في قارئ بيروح ياخد القرايه، وبعد كده بتتحول القرايه ديت الى استهلاك، وبتتحول الى فاتوره، وهكذا. بتتحول الاعدادات ديت يعني بنتحول بيها تدريجيا للاعدادات مسبقه الدفع واعدادات ذكيه. وزي ما احنا قلنا ان هو احنا وصلنا تقريبا دلوقتي لغايه تقريبا 10.5 مليون عداد. الباقي احنا برضو في خط علشان نتحول ليها يمكن في خلال سنوات بسيطه ان شاء الله، يبقى الاعداد كلها اللي موجوده يا اما اعدادات مسبقه دفع او اعدادات ذكيه. وزي ما قلنا ديت بالمزايا بتاعت الاعدادات ديت، لانها بتساعد درجه كبيره جدا المواطن او المشترك على التحكم في الاستهلاك بتاعه، لان بتوضح له الاستهلاك اول باول. وحتى كمان العدسات هي سبب ان نطور فيها بالنسبه لطرق الشحن بتاعتها، اليات الشحن بتاعتها، كل الحاجات دي كلها بقت مطوره وما زلنا بنطور فيها افضل. نعم. الحقيقه دكتور يعني انا اسف على الاطاله، ولكن يعني اختم مع حضرتك بخطه الدوله طبعا يعني للتحول الرقمي في جميع القطاعات، ويعني احنا زي ما احنا عارفين واتكلمنا عن هذا الموضوع كتير، التحول الرقمي طبعا لتسهيل الخدمات على المواطنين، ايه اللي تم فيه حتى الان؟ هو طبعا التحول الرقمي دوت زي ما حضرتك اشرت، هو اتجاه الدوله كله علشان تسهيل او تقديم الخدمه، خدمه تكون ميسره وفي نفس الوقت سريعه ودقيقه في نفس الوقت. احنا يعني زي ما احنا وضحنا بالنسبه الخاص بالعدادات اللي هي حساب بتحسب الاستهلاك، بنتحول من العدادات التقليديه لعدادات مسبقه الدفع او عدادات ذكيه. ويمكن احنا بالنسبه لعدادات مسبقه الدفع ركبنا تقريبا 10.5 مليون عداد مسبقه الدفع. عدادات ذكيه تقريبا زي عدادات مسبقه الدفع، ولكن ما بتحتاجش كارت وليها مزايا اضافيه شويه. وديت بدانا في تركيب حوالي تقريبا 220 الف عداد ذكي. ايضا في التحول الرقمي بدانا ندخل او نتحول لتقديم الخدمات الكترونيا زي المنصه الالكترونيه خدمات الكهرباء الموحده، تم اطلاقها من السنه اللي فاتت شهر 7/2020 لتقديم مجموعه من الخدمات. تم تفعيل بعضها وجاري تفعيل البعض الاخر علشان برضو المواطن نفسه يحصل على الخدمه وهو يعني في البيت، وبتبقى العمليه ميسره وسهله. حتى التسجيل بيبقى مجاني في هذه المنصه. ايضا التحول الرقمي برضه حتى في تقديم يعني التحكم في الكهرباء برضه بقى اصبح شغالين فيه ان هو يبقى تحكم رقمي وتحكم الكتروني من خلال مراكز التحكم المتطوره والحديثه، بحيث ان برضه نقلل تدخل العنصر البشري وفي نفس الوقت نقدم خدمه عاليه، وفي نفس الوقت التيار الكهربي او التغذيه الكهربائيه تكون بجوده عاليه. وده احنا شغالين فيها ان شاء الله من خلال زي ما احنا قلنا بقى تطبيقات، مواقع الكترونيه، حتى التواصل نفسه مع الجزء الخاص مع المواطنين برضه اصبح بطرق سهله وميسره. يمكن ابرزها خط 121 اللي هو الخط الساخن، في تطبيقات للتحول لاعداد، التطبيقات دي اللي برضه لتقديم الشكاوى واستقبالها، كل الحاجات دي بيتم متابعتها. وزي ما احنا قلنا حتى تأمين ايضا كمان العداد مسبقه الدفع بقى التطور حتى في جزء خاص بشحن العداد او شحن الكارت نفسه، دلوقتي اصبح ان هو ممكن من خلال منافذ الدفع الالكتروني المنتشره على مستوى الجمهوريه ممكن يشحن الكارت، او حتى الفاتوره التقليديه ممكن يستعلم عنها الكترونيا برضه، منافذ الدفع الالكتروني ممكن يدفعها الكترونيا. كل الحاجات دي كلها يعني تم تطويرها، وما زلنا بنطور كمان عشان نيسر الخدمه وفي نفس الوقت نقدم خدمه على اعلى مستوى بجوده عاليه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله دكتور. واحنا يعني شايفين الجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيها، واحنا شاكرين هذه الجهود فعلا، وان شاء الله نرى المزيد من هذه الجهود وهذا التطوير يا رب ان شاء الله. وطبعا ده في الصالح للاول والاخر للمواطن ولمصلحه مصر ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، بشكرك شكرا جزيلا.